مرحبا شباب قناة Medical Scribe للشروحات الطبية. بهذا الفيديو حنحكي عن الأبيديرمس أو طبقة البشرة، وحنحكي عنها from anatomical point of view. بالفيديو الفات قلنا إنه السكن أو الجلد يتكون من طبقتين أساسيتين، اللي هما الأبيديرمس اللي قلنا هي الطبقة السطحية، والديرمس اللي هي الطبقة اللي صار لي جوا من الأبيديرمس. فاليوم حنحكي عن الأبيديرمس لايا. الأبيديرمس من اسمها تتكون من كلمتين، هما الأبي معناها above أو لي فوق، والديرمس اللي هي الطبقة اللي صار جواها أو الطبقة الأعمق بالجلد. فالأبيديرمس معناها هي الطبقة اللي صايرة فوق الديرمس. فبناء على هالشي الأبيديرمس هي الطبقة الخارجية بالجلد، الأورموست layer in the skin، اللي تتكون بالحقيقة من stratified squamous epithelium، يعني تتكون من نسيج ظهاري حرشفي مطبق. بهاي الأبيديرمس حنلاقي أربع أنواع من الخلايا، اللي هم الكيراتينوسايتس واللانجرهانس سيلز والميركل سيلز وهمين الميلانوسايتس، وكل واحدة من ذن الخلايا بيها فد وظيفة معينة. ممكن همين نلاقي بالطبقة السفلية من الأبيديرمس، يعني بالطبقة القريبة من الديرمس، ممكن نلاقي sensory nerve endings، يعني نلاقي نهايات الأعصاب الحسية. تمام، هسه نجي على شغلة لوخ مهمة بالأبيديرمس أو البشرة، هي إنه شلون حيتم تغذية هاي الطبقة. هي الأبيديرمس طبعا حتكون avascular، يعني ما بيها أوعية دموية ولا بيها أوعية لمفية. فبهالحالة تغذية الأبيديرمس حيتم من خلال الطبقة الجواها اللي هي الديرمس، يعني الأبيديرمس حتستلم العناصر الغذائية وتنطي الفضلات والمخرجات من وإلى طبقة الديرمس أو الأدمة، بخاصية نسميها الديفيوجن أو الانتشار. فمعناها التغذية حتصير كالآتي: المواد الغذائية اللي تحتاج الأبيديرمس حتوصلها الأوعية الدموية للجزء العلوي من الديرمس، فمن وصلتها لهناك خلايا الأبيديرمس حتكون محتاجة لهاي المواد، أو بمعنى آخر تركيز هاي المواد حيكون قليل بالأبيديرمس. فنتيجة لهالشي المواد الغذائية والجزيئات حتنتقل من طبقة الديرمس، لأن حتكون متوفرة بها بتركيز عالي، حتنتقل للأبيديرمس وتصعد لي فوق، لأن تركيز هاي المواد هناك حيكون أقل مثل ما قلنا. فهذا معنى التغذية بالديفيوجن، إنه المواد الغذائية أو الجزيئات تنتقل من الأماكن ذات التركيز العالي للأماكن ذات التركيز المنخفض. والأبيديرمس طبعا مو كلها سمك وثخن واحد، لا، أكو مناطق بالجسم مثل باطن الإيد وباطن القدم الأبيديرمس يكون بيها أسخن، يعني بيها طبقات أكثر مقارنة بغير مناطق، مثلا مقارنة بسطح الساعد الأمامي. وهذا التسخن بفائدة طبعا، اللي هي حتى الأبيديرمس بهذين المنطقتين يقاومون الشد والسحب والقوة الخارجية اللي تتسلط عليها. فخلنا نفترض انه الأبيديرمس صار بها تيرينج او انسلخت الطبقة العلوية منها لأي سبب كان، هنا لازم يصير ريجنريشن، يعني لازم يصير بها تجديد او تعويض. هذا التجديد حيصير بواسطة الستيم سيلز الصايرة لي جوا قريب من الديرمس بالبيزل لاير مال الأبيديرمس. فيعني حتطلع طبقات جديدة من جوا، والطبقات البقية حيندفعون ويسعدون لي فوق، فحتحافظ الأبيديرمس بهالطريقة على سمكها. فيعني حتنتج طبقات من جوا تدفع الطبقات اللي موجودة أصلا لي فوق حتى تعوض الطبقات اللي تنسلخ. يبقى آخر شيء عندنا إنه شنو هي وظائف الأبيديرمس. هن طبعا وظيفتين رئيسيتين، اللي هم البروتكشن يعني الحماية، لأن الأبيديرمس مثل ما تعرفون حتمثل الخط الأول أو الحاجز الأول للحماية ضد الأورا إنفايرمنت. وثاني وظيفة للأبيديرمس هي إنه تسوي أبزوربشن للنيوترينتس، يعني تمتص العناصر الغذائية. مثلا من نخلي كريمات تغذية على الجلد، فالأبيديرمس حتمتص المواد الغذائية الموجودة بهذا الكريم وتنزل لي جوا للطبقات الأعمق. فهاي وظائف الأبيديرمس. هذا كان فد شرح خفيف ومختصر مفيد عن الأبيديرمس. وهاي شوفكم بالفيديو الجاي،
ومع السلامة.